من هنا ممكن ناخد هو ازاي انا ممكن اقيم مدير فني. أيوة. يعني ازاي ممكن اجي على مدير فني اقول هل ده يستحق ان انا اصبر عليه واديله وقت اكتر ولا يستحق ان انا اقول له هنا شكرا انهي مشوارك لحد كده. كولر عمل ايه مع الفريق دوت اما جه؟ كولر اما جه قدرنا نشوف معاه مستوى لعيبه ومستوى افراد اختلف تماما، بدايه من محمد عبد المنعم لمحمد هاني لحسين الشحات اللي كان من المفترض بيقعد دكه بشكل كبير قوي مع باتس موسيماني. الراجل رجع وظف حسين الشحات في مكان مختلف، بقى حسين الشحات اكتر لاعب جناح مؤثر في مصر حاليا اعتقد، وعلى مستوى المساهمات وعلى مستوى التاثير، وشفنا ده في ماتش الوداد حسين الشحات قدم جيم كبير جدا. برضو على مستوى المنظومه، لا قبل ما تروح مستوى المنظومه، في لاعب دايما الناس بتنسى التطور العظيم وبيرستاو، لا في واحد كمان حمدي فتحي. حمدي فتحي، حمدي فتحي، كريم فؤاد يا جماعه، كريم فؤاد قبل الاصابه بس هي التحول الجديد جناح. بالظبط كده، حمدي فتحي برضو التطور الهجومي بتاعه ده مش طبيعي رهيب. فعلى مستوى الافراد الراجل طور، على مستوى المنظومه الراجل برضو قدر ان هو يديك حلول كتير من نص الملعب، ان هو زي لاعب زي حمدي فتحي يشارك في الشق الهجومي، زي ان هو عمل بعض التغييرات في شكل الاهلي في على المنظومة، أصبح الأهلي متماسك دفاعيا مش مستباح زي ما كان مع موسيماني السنة اللي فاتت. الأهلي هجوميا أنت بقيت تحس إن الأهلي بيعاني في حتة المهاجم الصندوق زي السنة اللي فاتت؟ لا بس بس الامور تحسنت عشان المنظومه تحسنت، المنظومه نفسها حسنت مش الافراد، لسه الاهلي محتاج. فعلى مستوى المنظومه طور، على مستوى الافراد طور، على المستوى البدني طور كتير. الاهلي السنه اللي فاتت في نفس الفتره دي مع باتس موسيماني كان بيعاني جدا جدا بدنيا في كل البطولات. السنه دي بنشوف الاهلي بيلعب فاينل، بيلعب شوط اول قدام الوداد اللي هو من اقوى الفرق بدنيا اللي موجوده في البطوله، اللي لعب جيم قدام صن داونز في جنوب افريقيا قوي جدا جدا بدنيا وشرس. الاهلي بيلعب الوداد الشوط الاول ضغط عالي، رتم مرعب في شهر 6، فده تطور بدني برضه يحسب لكولر. المقدمات اللي هو بيقدمها كولر مع لعيبه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي تستحق ان احنا نقول ايا كانت النتيجه اللي جايه في بطوله افريقيا يكمل. يكمل لان الراجل ده بيعمل حاجه تستحق انك تصبر عليه ايا كانت النتائج. بس لك سؤال يا احمد، جمهور النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه الاهلي يفوز بالبطوله، بس جمهور الاهلي يتقبل فكره انه لا قدر الاهلي يخسر وانه وهيفضل العلاقه بينه وبين مارسي كوره علاقه جيده، ولا العلاقه تتغير؟ انت هتتقبل الفكره؟ أيوة. انت هتتقبل الفكره دي لو حسيت ان الفريق راح كازابلانكا عمل اللي عليه وما توفقش. لا لا لا. انا كاهلاوي انا هحس كده. انت كاهلاوي، اي حد كاهلاوي اما احس ان الفريق راح كازابلانكا وما توفقش مثلا في النتيجه، انا ممكن اتقبل ان انا اصبر على موسيماني. ما انا صبرت على موسيماني ان هو يخسر دوري ويخسر دوري كمان. ايوه لا يا احمد معلش، صبرت عليه. لا لا معلش، وكنت هصبر عليه. صبرت عليه وهو واخد دوري ابطال افريقيا امام المنافس التقليدي او المنافس التاريخي، تمام، في مباراه في وقت كان النادي الاهلي كرويا او السكواد بتاع نادي الزمالك افضل من سكواد النادي الاهلي، تمام. فطبيعي ان انا هعمل موسيماني. خد بالك الناس بتتغافل بس نقطه، ان موسيماني اكتر مدرب جمهور النادي الاهلي حبه بعد مانويل جوزيه، عشان بس نبقى صراحه. لكن في الاخر لما هو خسر نهائي دوري ابطال افريقيا، رغم ان الراجل بيلعب الفاينل الثالث، يعني كسب فاينالين، كسب بطولتين وخسر فاينل، لا جمهور الاهلي ما تقبلش. هل ده السبب الرئيسي في رحيل موسيماني ان هو خسر ماتش الوداد؟ لا مش ده السبب. لا لا لا، طب خلينا ممكن نعكس السؤال. اكس السؤال. طب انا هسالك سؤال تاني. لا يعكس السؤال بس معلش، لو موسيماني كان فاز بالبطوله الثالثه كان هيمشي؟ ماشي، ده وضع مختلف. لا لا، ان انا قدام مدير فني بيحقق. موسيماني لو كسب البطوله الثالثه كان هيمشي؟ كان وارد يمشي. كان في مشاكل. لا كان وارد يمشي. كان وارد يمشي، لان سواء اللي في الكواليس والحاجات اللي كان بينه وبين الاداره هي مالهاش علاقه بامور فنيه. على فكره اداره النادي الاهلي تحترم موسيماني فنيا، جماهير النادي الاهلي يحترموا موسيماني فنيا، بس رحيل موسيماني لجزء هو كان عايزه، ان هو عايز يمشي، هو ده اللي قاله حتى في حوارات صحفيه بعد كده، سيبك من في الكواليس، جزء منه عايزه يمشي والاهلي كان عايزه برضه جزء يمشي، بس هو كان عنده مشاكل كثيره. كسب البطوله الثالثه رايح يلعب كاس العالم للانديه، موسيماني كان هيمشي؟ هو كان هيطلب يمشي، كان وارد يمشي. لا. كان وارد جدا يمشي.